ماستر الاصل. صحيح صحيح. طب قول لي بقى كيفيه تحولك او انك انت بدات تعمل انشاد. اي نعم. ايه بقى كيف بدات القصه دي؟ والله يعني انا كان في وقت فراغ في الاستوديو ف يعني سجلت قصيدتين يعني كده متشابهه يعني خلي الدكار. كنت انشدت لوحدك قبل كده؟ لا انا يعني ما كنت اسمع انشاد حتى يعني سجلت القصائد هذه كانت قصائد مؤثره يعني ولما انتشرت في الانترنت لقيت ردة فعل عند بعض الشباب اللي هم يعني ما هم يعني متدينين قوي يعني تأثروا بي تأثروا في ناس عيطت في ناس كذا فحسيت ان في اسلوب مختلف في الدعوة الى الله ممكن يصل هو اسلوب معتدل اسلوب يعني يناسبهم في حمل بعض الكلام خاصة التراث الإسلامي يعني بقالب نغمي يصل إلى القلب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن صحيح لأن النغم يعني إناء يحمل الكلام هذا فيدخل إلى القلب فقررت أن بعد ما القصيدين أنك أنت تنشد بدأت يعني حبيت الموضوع هذا كنت حافظهم طبعا ولا يعني من الناس اللي ما بحبش يعني أنغم كتير في القرآن فأجد فسحة في الأناشيد يعني بتنطلق تنطلق طب أحب إذا كان حضرتك فاكر القصائد دي أو تحب تقول لنا حاجة تانية إن شاء الله نحب نسمعك يعني من فضلك إن شاء الله يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما الله 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 صوتك الحقيقه مش عارف اعلق عليه بصراحه الله يسلمك عندي قضيه بتشغلني ما اعرفش انا هقول كلام يتقال في التلفزيون ولا ما يتقالش بس انا هقوله واتوكل على الله خد راحتك انا بلاحظ انه في مثلا في مكه في المدينه وهي عندنا في الازهر وفي الحسين وفي طبعا مع الفرق يعني مكه والمدينه دول حاله خاصه ان احنا لا نتبادل المقاعد يعني انا احب اصلي في الحرم بصوتك واحب اصلي في الازهر بصوت السديسي مثلا نعم واحب اصلي بشيخنا الحذيفي ربنا يديله الصحه في العراق ولا في المغرب ولا في السودان حتى يعني في اي دوله عربيه ليه ما بيحصلش تبادل للمشايخ يعني ليه انا ما اروحش مره الحرم الاقي صوتك او اي صوت تاني يعني مش ضروري حضرتك انما ما بيحصلش تبادل بيننا في اصوات جميله جدا يعني ما ليه ما اسمعش مره التراويح السديسي يروح يصلي في الكويت وانت تصلي في السعوديه ايه اللي هيحصل يعني يعني ليه ما فيش بيننا تبادل يعني انا الحكايه دي بتشغلني جدا ان المكه والمدينه دول مش ملك احد المفروض كل الاصوات الجميله سواء حتى لو اندونيسي بيقرا قران بشكل حلو كل الاصوات الجميله في اي حته في الوطن الاسلامي كله تقرا في القران الكريم في مكه وفي المدينه ليه لا والله يعني أنا بشكر إحساسك هذا يعني يعني لا أنا بكلمك على الفكرة ما هل دي فكرة مجنونة مثلا بس أنا شو واحد يقولها لا يعني هو أنا ما ألوم يعني وبالعكس يعني أأيد الفكرة هذه لأن
المملكة العربية السعودية يعني مستهدفة. فلو حصل أن يعني كل دولة عايزة تبعث إمام منها ممكن يعني, لا يعني ممكن مرة تخترق يعني مرة يعني مرة مثلا أسبوع في رمضان بصوت حضرتك ماهر المعقلي مثلا يطلع من السعودية, صوت رائع ماهر المعقلي صوته جميل, يطلع من السعودية يروح يقرأ في أبو ظبي في دبي في يعني يعني دي فكرة أعتقد تعمل ثراء, لأن القرآن مش حكر على أحد, قراءة القرآن ليست حكرا على أحد. نعم. أنت موافقني على الفكرة. مش عايز تتكلم فيها, خايف تتكلم. لا فيها. أنا لا أنا يعني أنا ما حساسة شوية. لا أنا ما وافقك لأن يعني قاعد أقول لك إن السعودية مستهدفة. فأنت عارف يعني أحداث مرت على السعودية كتير. تمام. يعني مش كل الناس ومش كل الأصوات تحمل فكر معتدل وفكر سليم. بس دي الأصوات اللي تحمل فكر معتدل. في ناس ممكن يصلي ويوم يمسك المايك واحنا ويهيج الناس ويحمل فكر مثلا يعني ممكن يكون متشدد او يعني متساهل جدا. فانا بايد يعني ان تنضبط تحت وزارة تحت السعودية. نعم يعني تنضبط تحت مظلة ما بحس ان يتم التبادل ده. انت نعم. موافق على الفكرة. عايزين نسمعك تاني. مش هطلع فاصل الا ما اسمعك تاني. الله يفتح عليك. وهنطلع بعد كده الفاصل نسمع شيخنا ونطلع بعد كده فاصل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.